طبعا زي ما انتم عارفين ان في حوض وش بيكون ركبة ونص ركبة، وفي كمان حوض وش بيكون حائطي معلق معمول بكوبلين اللي هو قدامكم ده. انا جربت الحوض اللي بيكون ركبة كاملة اللي بيكون على شكل عمود، طبعا شيك وكل حاجة، لكن لما بيبوظ حاجة فيه وبتكون بسيطة زي ما انتم عارفين ان اغلب البيوت بيكون فيها حد بيعرف حاجات بسيطة في السباكة، العمود ده بيكون معقد شوية، فما حبيتش ان اعمله تاني عشان السبب ده وعشان هيضيق لي في المساحة وانا مش عاوزة كده. ده اسم المعرض وتليفوناته اللي جبت منه الحوض وسعره 350 جنيه. وده كده شكل الحوض بعد التركيب، ده ماركة ميكا فيت ولون الحوض برجمون. الست دي بتقول كلام زي الفل، تتكلم لو انجي حد فاهم حاجة؟ شكرا. المهم عشان اجيب الحوض ده بالحجم ده طلع عيني السائد دلوقتي الركبة والنص ركبة، عشان الاقي بدون واللون ده والمقاس ده كان صعب، وكنت ما بلاقي كنت بلاقي احجام صغيرة قوي ملوش حواف، يعني لو حد فكر يتوضى ولا يغسل وشه ولا ايده المية كلها هتكون في الارض، غير اني كنت بسمع اسعار خيالية. زي ما انتم شايفين ده حوض ميكا فيت لونه برجمون، بعد الاستخدام انا شايفة انه كخامة وكواليتي حلو قوي وسعره في المتناول. بص بقى يا باشا، بص يا بيه، كل الحاجات اللي انتم شايفينها دي انا عاملة عنها ريفيو في القناة، سواء الصابونة او الدسبنسر او الخلاط، خشوا واتفرجوا على الفيديوهات دي احسن لكم، وارزعوا اللايك احسن لكم. حط اللايك، ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم وتشتركوا في القناة احسن لكم، انا قلت اهو. حط اللايك. ايه؟ ما تنسوش السبسكرايب بتاعي، لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة. حط اللايك.